افتتحت المرحلة الأولى من المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة والمقامة على مساحة 30 ألف متر مسطح، على أن يتم استكمال مراحل المشروع الثلاثة خلال الشهور المقبلة. يأتي ذلك في إطار تكلفة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة لتقليل حلقات تداول المنتجات، حيث تقام المراحل الثلاثة للمشروع على مساحة 51 فدانا ويوفر 600 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وذلك ضمن مشروعات المنطقة اللوجستية.